البنت اللي قالك الكلام الفارغ ده؟ فتحي وابويا. لا الكلام ده مش كلامهم، الكلام ده كلام نسوان، ده شغل بهيجة. العملنا حسابنا من الحية والعقربة طلعت لنا منين؟ قصدك تقولي ان فتحي ورا الموضوع وامه لبستها للبت وردة؟ اسم الله عليك يا حبيبتي، اديكي فهمتي الفولة. وابويا عارف كل ده ومطنش؟ ما هي اللي تنقرس بهيجة، هي اللي رسمت الرسم ده كله. يا بنتي انا مش فاهم حاجة من انتي بتقولي ده. انا واخوكي لا يمكن نكون سبب في حاجة تجرى لجوزك ابدا. ده انا لو كلت مع واحد عيش وملح، عيش وملح بس، لا يمكن افكر في اذيته على الاطلاق. ده معقول؟ يبقى معقول انا حلطخ سمعة العيلة وبعدين احط الحديد في ايد جوزك وارميه في قضية مخدرات؟ انت اصلك ما تعرفيش الموقف الوحش اللي انا فيه دلوقتي. اولا الناس كلها عارفة ان برعي ده جوز بنتي، وعارفين انه دراع اليمين وبيشتغل معايا. انا اللي قلقان منه وعامل حسابه بصراحه دلوقتي جوز اختك الظابط. طب ما جاش يبلغك ليه قبل ما يكبسه على برا؟ هو ما يعرفش حاجه عن شغلنا، وبعدين اختك كمان ما تعرفش حاجه، ومرانا مطاعها ليه؟ هي اختي ما تعرفش حاجه؟ ابدا، ولا انا كمان عايزها تعرف. بس يابا اللي انا سمعته ان فتح اخويا هو اللي ورا موضوع برعي عشان يخلله الجو. هو ده كلام فارغ ومش حقيقي. الناس هي اللي بتقول كده. الناس اولا عايزه توقع الاخوات في بعضيها، وبعدين عايزين يبوظوا الشغلانه من اصله. انت اصلك بصراحه ربنا ما تعرفيش اخوكي بيحب جوزك قد ايه. ده كان ناوي ياخده الاسبوع ده ويسافر بيه بره، كانوا هيسافروا اوروبا عشان يجيبوا بضاعه. وبرعي ما قالكيش ولا ايه؟ قال لي. ما هو ده اللي انا مستغرباله. تستغربيله؟ اخصى عليكي، ده انا بقول عليكي يا حميده دي احسن بناتي، مخها يوزن 100 راجل. امال انا سمحت البرع يفشيلك سرنا ليه؟ دلوقتي محدش يعرف احنا بنشتغل ايه غير انتي وبهيجه. بقيت نسواني ما يعرفوش عني حاجه ابدا غير ان انا تاجر خشب. طب اشمعنى يابا برعي ما اتمسكش غير لما فتحي مسك بداله الشغل؟ اول حاجه انه ما مسكش بداله، ده مسك بدالي انا. تاني حاجه انا كنت عايز اكد لك اللي انت ما صدقتيش اخوكي لما قالك. قال لي ايه؟ اما قالك ان برعي اتجوز ورده، وانا لما حسسته ان انا عارف الظاهر حب يخلع منها، فالبت بقى